هذا البرنامج برعاية مرة أخرى وآخر فقراتنا على الهواء النهاردة، ولقائنا مخصص عن المخصصات التموينية خاصة في شهر رمضان. دايما بنحاول ان احنا نوفر المواد التموينيه للمواطن باسعار مناسبه. هل المخصصات التموينيه دي كافيه ولا لا؟ هل هيحصل عليها تطوير؟ دايما بنتكلم عن ان الدعم يذهب لمستحقيه، وفي منظومات جديده بتتعمل علشان الخبز يحصل فيه كده، تم تطبيقها في بعض محافظات الجمهوريه، وقيل انه اذا الانسان استغنى عن جزء من مخصصاته للخبز ممكن يبدله ببعض السلع التموينيه الاخرى اللي بيحتاجها البيت. هل ده كافي؟ هل ده ممكن يساعد المواطن المصري البسيط خاصة في شهر رمضان اللي بتكثر فيه احتياجنا لهذه السلعة التموينية؟ ودور الجهات الأهلية في دعم المواطن البسيط وفي دعم حركته ضد الغلاء اللي مسيطر على الأسواق واللي بنحاول نقاومه، هنحاول نعرف الموضوع ده بشكل أقرب من المتخصصين والقريبين منه. بنرحب داخل الاستوديو بالأستاذ العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العربي للتموين. أهلا بحضرتك معانا. العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر. أهلا وسهلا يا فندم. والأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والتجارة الداخلية بمصر. ومستشار الاقتصادي العرب أبو طالب، ورئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر. علشان نبقى عارفين التايتل لما نيجي نكلم حضرتك تاني. احنا الحلقات السابعة بس أنتم ما خدتوش بالكم. العتب على المعدين بقى، معلش بنعتذر. على أي حال احنا بنرحب بيكم، وطبعا شهر رمضان الناس كلها بتبقى منتظرة، يعني احنا بننتظر انتظار خاطئ للاسف. هو شهر الزهد، لكن احنا بنعتبر ان هو شهر الولائم او ان هو شهر الخير اللي هو جاي بمخصصات تموينيه وبغيره. عايزين نعرف استعداداتكم لاستقبال شهر رمضان في الجهات التموينيه، لكن قبل ما ابدا مع حضرتك عندنا تقرير عن هذا الموضوع. هنروح نشوف استعدادات الحكومه والدوله ونرجع نبدا حوارنا فورا داخل الاستوديو. التموين ما بقاش زي زمان، يعني مثلا كان الاول يدوك التموين واخد بالك كله كامل، وبتاخد مثلا عدس وبتاخد فول وبتاخد شاي وبتاخد، دلوقتي بيديك التموين نص وبينقصه شويه وبيقول لك الشهر الجاي ونروح عليك الشهر ما تاخدش التموين. يعني ممكن اصلا انت كنت تروح تاخد التموين لو فات عليك شهر مثلا، كنت مثلا تروح تروح الشهر الثاني تجيب التموين، ما بقاش يديك، يقول لك لا خلاص فات عليك الشهر راح عليك. جودتها ممتازه وعليها تاريخ صلاحيه ما بتخطاش السنتين او ثلاثه بالكتير، فلو في امكانيه ان احنا نزود السلع التموينيه دي باشياء اخرى اللي هي الشعب محتاجها، يعني لو عملنا مثلا الفول، العدس الاصفر، العدس ابو جبه، حاجات احتياجات الشعب وفي نفس الوقت تبقى مدعمه وبسعر رخيص، يبقى في الحاله دي الشعب ممكن يستجيب للسلع التموينيه بدل ما يلجا للسوبر ماركت الفايف ستار، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي الشعب هيبقى فيه اقبال. هي جودتها كويسه بس عايزه تزيد الجوده شويه، وبالنسبه للزيت والرز والسكر ساعات اللي كاز بتيجي مثلا متقطعه وكده ورقيقه وكده، انما بس الجوده يدوها شركات كويسه يعني تهتم بالمنتج. قعدت السلعه مش مهمه قوي، انا مثلا نفسي يكون الرز بدل هو مكان 4 كيلو فعلا 8 كيلو، يكون 4 كيلو زي 8 كيلو زي ما هو. هو جاب لي مكرونه 4 ورز 4، فعاوز مثلا الرز يكون 8 كيلو زي ما كان. جوده تكاد تكون معدومه مش موجوده. عندنا مثلا في المكان اللي انا فيه التموين بيتاخر، في سلع ما بتجيش، في سلع جودتها سيئه جدا جدا. حتى على سبيل المثال السكر يعني المفروض احنا عارفين السكر لونه ابيض، بيجي لونه غريب خالص. نتمنى ان شاء الله تبقى احسن، هي عايزه تتظبط. يعني الرز بيجي رز درجه ثالثه او درجه رابعه، نوع الزيت مش حلو، الزيوت مش حلوه اللي هي بتنزل ديت. نتمنى، هي طبعا حاجات مدعمه فتبقى طبيعي، مش هتبقى الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه، فنتمنى انها تتحسن وتبقى في الافضل. بقى جوده السلع التموينيه هي بتنفع بعض من الناس اللي هي محدود الدخل او اللي مش لاقي خالص، لكن بالنسبه لجودتها ما فيش جوده، ما فيش كنترول كواليتي نهائيا عليها. هات كده المنتج، اي منتج من السوق عادي، وبص عليه بالنسبه لدوت وبص ده، هتبص لدوت حاجه مثلا لو
نبص للرز مثلا، نبص للمكرونه، في حاجه غريبه جدا في الالوان، يعني الالوان غير طبيعيه نهائيا. مش مرتاحين مع الناس بتاعه التومين كتير، وحاجات كتيره ناقصه منه، كان بيزودوا عليه حاجات كتيره، كل حاجه دلوقتي بنشتري على حسابها. لا هي محتاجه تتحسن، يعني الرز مكسر وبايظ، لكن السكر اوقات بيبقى ابيض حلو، والزيت برضو، بس هو الرز لازم يتحسن. ده كان رأي الناس في المخصصات التموينية. نشوف بقى يعني الرأي داخل الاستوديو، سواء الممثل للمواطنين اللي ضد الغلاء أو الممثل للجهات الحكومية. نبدأ مع حضرتك سيادة المستشار العربي أبو طالب، ونشوف بقى الكمية والنوعية. الناس لها تعليقات على الكمية والنوعية للمخصصات التموينية. البعض انتقد الجودة بتاعة الزيت وقال إن هو جودة مش عالية، إن الرز برضو مكسر وجودته درجة تانية وثالثة. انتقدوا برضو إن مفيش مواد أساسية هم محتاجين لها، يمكن أكتر من المواد الموجودة زي العدس أو المكرونة أو ده. ما هو بص حضرتك، هي بالنسبه لكل اللي هو الشكاوى الثلاث ديت هي مظبوطه وتمام، واحنا لا خلاف عليها، واحنا عارفينها، وكنا دائمين الشكوى من الاسباب اللي بتؤدي للمشاكل ديت. من ضمن الاسباب ديت ان كانت وزاره التموين هي المعنيه بالتعاقد مع مثلا هنقول موردين الارز على نسبه كسر 12%. هيئه السلع التموينيه والجمله هي اللي بتستلم، بيتم نقلها عن طريق عربيات نقل او وسائل نقل متعدده للمجمعات والافرع والمحافظات، والمحافظات من اماكن مركزيه لافرع اخرى مصغره بالمراكز، ثم بعد كده بتنقل للبقالين، وبعد كده في ايه على بال ما بياخدها المستهلك. فاذا هنا في اكثر من خمس ست مراحل تداول. فاثناء مراحل التداول ديت كلما زادت مراحل التداول كلما انتشرت او ما عرفناش السبب الرئيسي في الخطأ منين. هل من اللي استلم واعتمد الكمية ازيد بكمية كسر اعلى، ان الجهة المتعاقدة وهي وزارة التموين اللي قامت بالمناقصة او طرح المناقصة المفروض ان يكون ليها مندوبين هم اللي بيستلموا. لا، كانت وزارة التموين ما لهاش دعوة بالكلام ده خالص. مؤخرا تم صدور قرار بان وزارة التموين هي المسؤولة والمعنية بتجارة الجملة دلوقتي، والإشراف عليها وعلى أعمالها، والأمور هتتغير إن شاء الله للأفضل والأحسن في ظل الحكومة اللي جاية إن شاء الله. يعني قبل كده كان مين اللي بيشرف عليها؟ كان قبل كده هي كانت دي تابعة الاستلام لتجارة الجملة، لكن التعاقد على نسبة الكسر والجودة والحاجات دي كان وزارة التموين بتجيب الموردين وتعمل مناقصتها وكلام من ده. هي تتعاقد لكن الاستلام ممكن يخالف التعاقد ومحدش كان بيراقب عليه. فأنت عندك ثلاث أربع جهات مختلفين، واحد بيتعاقد، واحد بيستلم أو بيدفع الفلوس، واحد بيستلم، وناس ثانية بتنقل إلى أن يتم التداول أربع مراحل تداول أخرى تحديد وصولها للمستهلك. طيب. فكانت بتنبع يعني بتنتشر او بتبقى اي اخطاء بتبقى مش محسوبه مين اللي عملها بالظبط. استاذ محمود، الشكاوى اللي احنا سامعينها دي من المخصصات التموينيه شكاوى دائمه، يعني على طول احنا بنسمع نفس الشكاوى من المواطنين. شايف انه المخصصات التموينيه دي مبدئيا كافيه، او انها حل يعني كويس ان احنا نقاوم الغلاء، ان احنا نوفر المواد التموينيه للناس، ولا لازم من ابتداع طريقه جديده يعني لوصول الحاجات دي المستحقيها بشكل جيد؟ انا من الحاجات المهمه جدا او الرساله المهمه جدا ان انا محتاج ان انا اوجهها لرئيس الدوله الان وبشكل عاجل، هو انه يبدا وفورا في اجراءات حمايه اجتماعيه للناس الغلابه. بمعنى لابد من تحديد من هم الفقراء والاشد فقرا في هذا البلد، ونبدا بعد كده نعمل معهم برنامج مختلف تماما عن الكلام اللي بيجري الان. يعني كلام الدعم بصورته الحالية وشكله اللي حضرتك شايفاه ده أنا رفضه، تمام؟ أنا مع أن يتعمل شبكة أمان اجتماعي. يعني شبكة أمان اجتماعي؟ حضرتك لو أنت بتشوفي في السيرك اللاعب اللي بيلعب على الحبل بيبقى تحت الحبل ده في شبكة، الشبكة دي مجرد ما يحصل أنه اللاعب ده يقع بيلاقي نفسه وقع على الشبكة، ما وقعش على الأرض، ما تكسرش. يعني الكلام ده
لازم يتعامل في مصر وبشكل عاجل. شبكة أمان اجتماعي تشيل الفقير والأشد فقرا خلال المرحلة اللي جاية، وإلا الناس الفقراء دول أو الناس اللي عندهم مشكلة فقر هيشدوا رئيس الدولة من قميصه أو من جلبيته بالبلدي كده، هيفضلوا شدين في الجلبية بتاعته يشدوه للخلف، ما يقدرش يتقدم، كل ما يجي يمشي لقدام شوية يشدوه. أنا مش عايز، وممكن يقطعوا القميص. ده تشبيه على فكرة ربما يكون دقيق للحاجة اللي ممكن تحصل مستقبليا لو احنا ما عملناش كلام، لان احنا طالبنا بالعيش والعدالة الاجتماعية ومنتظرين تحقيقها. انا مش العدالة الاجتماعية بالبلدي كده ما تبقاش الا فرصة عمل، دي وجهة نظري. سيبك من حكاية ان العدالة الاجتماعية ان انت ترخصي الحاجة وتدي، مش لا، العدالة الاجتماعية ان انت توفري فرص عمل للناس، دي واحدة. التانية والاهم شبكة امان اجتماعي تشيل الغلابة. شبكة امان اجتماعي دي عندنا نموذج قريب منها. انا هاستطلع راي حضرتك بالظبط في تعبير شبكه الامان الاجتماعي، لانه تعبير جديد ولكنه واضح ان هو ممكن يعني يكون احد المخارج من قصه الدعم الفاشله اللي احنا بنتبعها حتى الان، وبتستنفذ ميزانياتنا ولا تصل الى مستحقيها في معظم الاحيان. بس استاذنكم نخرج لفاصل ونرجع نواصل حديثنا. فاصل. هذا البرنامج برعاية الدعوة التامة والصلاة
هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صغر سنه كبير مقام، اجد لك كبار اللي جابك، اد الحرب وانزل انا معاك بيميل لعدم شبابك، اد الحرب وانزل انا معاي وريك معنى الرجاله، على بعضهم جردوا الخيل الاتنين اسبوع واماره، شربوا من المر والخل عزم فلق الحجارة، شلعت خربهم كما الجمر تقت معهم الخدر. السيرة الهلالية في رمضان على مصر الزراعية. هذا البرنامج برعاية أهلا بحضراتكم مرة ثانية. مازال يشرفنا المستشار الاقتصادي رئيس الاتحاد العام لتموين والتجارة الداخلية الأستاذ العربي أبو طالب، والأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، وكنا بنتكلم عن مفهوم لشبكة الضمان الاجتماعي أو الأمان الاجتماعي اللي ممكن تنتشل المصريين من فكرة الدعم المغلوطة اللي ما بتوصلش حقوقهم كما ينبغي. يعني إيه في وجهة نظر حضرتك شبكة أمان اجتماعي، وإزاي ممكن تحمي الفقراء في الفترة اللي جاية؟ أولا إحنا عندنا تجربة شبيهة بتجربتنا، عندنا قصدي يعني وضع اقتصادي ملتبس وفي ازمات خانقه زي وضعنا بالظبط كان في البرازيل. البرازيل استطاع لولا دي سيلفا ان ينقل البرازيل من دوله بتموت من الجوع، بلد ميته فقيره خالص، عندها عجز موازنه اسوأ مننا، عندها دين خارجي وداخلي اسوأ مننا، عندها خدمه دين طينه، يعني وضع اقتصادي بالغ السوء. قدر بشكل او باخر ينقل البلد نقله محوريه بانه بدا بشبكه الامان الاجتماعي، لانه عارف كويس جدا انه الفقراء عندهم مطالب، ما فيش حد يقدر ينكر ان هؤلاء الناس لهم مطالب ومن حقه من حق الدوله عليهم انها تساعدهم. هنا بقى هو قدر مثلا على سبيل المثال ضمن شبكه الامان الاجتماعي في اماكن لا يستطيع الناس فيها انهم يعملوا طهي للاكل، ما عندهمش مواقد، ف قدر يعمل لهم ميس أو أماكن للطهي، مطاعم يدخلوا يأكلوا فيها بالكارت أو ببون أو بتيكت أو شيء من هذا القبيل، وأثناء ما هو بيروح يأكل وهو داخل المطعم بيرصد اللي داخل ده ويبدأ يعالج مشكلته من الأساس، يعملوا بحث، أنت ليه بتيجي تأكل في المطعم ده؟ لأن أنا مش عارف أشتغل. طب مش عارف أشتغل ليه؟ لأن مش عارف أتدرب، ما عنديش حرفة. طب خدوه دربوه على حرفة، يتعلم، ينتقل من مرحلة أنه هو فقير مش لاقي يأكل بيأكل في ميس أو مطعم تابع للدولة إلى حاجة إيجابية لصالح المجتمع. أولاد الشوارع، كان البرازيل عندها رقم أضخم بكتير جدا من الرقم بتاعنا، احنا بيقال 3 مليون مرة يقولوا 4 مليون مرة يقولوا مليون، على أي الأحوال البرازيل كان فيها ملايين أكتر بكتير مننا. قدر يحول أطفال الشوارع لولا سيلفا من طاقة هدم إلى طاقة بناء، قدر ياخدهم من منطقة التدمير إلى منطقة التعمير، عرف يصيغ علاقة بينه وبين الأولاد الصغيرين دول، وقدر ينقلهم نقلة إيجابية لقدام. ده أنا عشان كده بقولك أنا مش محتاج أن أنت تدي الدعم الزيت والسكر والرز والمكرونة وبس، أنا محتاج أن أحدد مين يستحق الدعم أولا، دي مهمة، وبعد كده أبدأ أعمل له سلة غذائية متكاملة عشان ما أعملوش حالة عوز، عشان ما خلوش
يبقى في حالة طلب للطعام في المرحلة اللي جاية. أثناء الفترة دي أنت تقدر تنقل الناس دول من حافة الفقر أو من تحت خط الفقر إلى فوق الخط، بعد شوية تدريجيا تاخديه تشديه شد كده إلى السور المحيط بالطبقة المتوسطة، تقدر تدخليه الطبقة المتوسطة. لو دخل الطبقة المتوسطة بقى في الأمان. تمام. طب استاذ عربي، يعني لغايه ما يحصل الحل ده برضه محتاج وقت ومحتاج مننا خطه متكامله وشامله لغايه ما يحصل فيه حاجات يعني مطروحه دلوقتي مثلا من وزير التموين، ناخد رايك فيها. منظومه الخبز مثلا، وانه قال ان كل واحد هياكل له يعني عدد معين من الارغفه وممكن استبدالها في حاله ان هو ما يحصلش عليها كلها بسلعه تموينيه ثانيه. هل ده في رايك حل يعني مرضي؟ هل ممكن يكون دي وجهه نظر كويسه لان احنا نقلل من الكميات المهدره من الخبز ونقلل من الدعم ذهب ليه دون فائده؟ بص حضرتك، هو بالنسبه للمنظومه الخبز كمنظومه، ان هي توزيع الخبز الكترونيا في الوقت الضائق اللي احنا فيه ده احنا موافقين عليها تماما. اما اليات التنفيذ هي الخاطئه. ما ينفعش يكون المواطن يكون ليه حق في رغيف الخبز اللي بيتكلم 36 قرش، وهو المواطن بيدفع ثمنه وشرم جزء منه، يبقى الباقي 31 قرش، وده الدعم من الدوله للمواطن، وانا اقول له لا ما تاخدش رغيف وانا هديك بدل 31 قرش اللي الدوله بتدفعهم هنديك بريزه بس. انا ما خدتش رايه، انا جبرته، ما اديتلوش حقه ولا نص حقه من 31 قرش، لان كده هو هيخلق سوق تانية، سوق هيتمارس على المواطن من قبل صاحب المخبز، انه يقول له اذا كان الحكومه هتديك بريزه انا هديك ريال، وتجار الاعلاف والمواشي هيقولوا لا انا هديك ربع جنيه، لان هو الطن بتاعه ب 4000.